بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مدارس العبير الأهلية، القسم الابتدائي، المادة علوم، الصف السادس الابتدائي، الفصل الثاني عشر، الجزء الثاني أو الدرس الثاني، المغناطيسية. الدرس الثاني المغناطيسية. ما المغناطيسية؟ المغناطيس، ما هو المغناطيس؟ جسم له القدرة على سحب جسم آخر له خصائص مغناطيسية. ونلاحظ المغناطيس عزيزي الطالب بتنجذب إليه برادة الحديد. يبقى إذن لو أخذنا مغناطيس وقربناه من حديد، برادة حديد، نلاحظ أن برادة الحديد تنجذب إلى المغناطيس. يبقى إذن المغناطيس جسم له القدرة على سحب جسم آخر له خصائص مغناطيسية. نلاحظ عزيزي الطالب للمغناطيس قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. هذا مغناطيس أمامك، قطب شمالي، له قطب شمالي وله قطب جنوبي. والأقطاب المتشابهة للمغناطيس تتنافر، بينما الأقطاب المختلفة تتجاذب. أي عندما نقرب مغناطيسين من بعضهما البعض، ونقرب القطب الشمالي للقطب الشمالي، نلاحظ هنا حدث تنافر، وإذا قربنا القطب الجنوبي من القطب الجنوبي يحدث تنافر، أما إذا اقترب القطب الشمالي من القطب الجنوبي فيحدث تجاذب. يبقى إذن الأقطاب المتشابهة للمغناطيس تتنافر، بينما الأقطاب المختلفة تتجاذب. للأرض عزيزي الطالب قطب شماليا وآخر جنوبيا، وللأرض مغناطيس، وإبرة المغناطيس تشير إلى القطب الشمالي المغناطيسي. عزيز الطالب، تكوين المغناطيسيات. تسلك الذرات سلوك المغناطيس، ويتستمد خصائصها المغناطيسية من خصائص الإلكترونات وحركتها. الخطوط التي تمثل اتجاهات القوى المغناطيسية حول المغناطيس تعبر عن المجال المغناطيسي. لو نلاحظ هنا مغناطيس له قطب شمالي وله قطب جنوبي، يشبه المجال المغناطيسي للأرض المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيسي. خلي بالك عزيز الطالب، هذه تمثل خطوط المجال المغناطيسي، خطوط المجال المغناطيسي التي تشبه الدوائر الصغيرة هذه. وكلما كانت هذه الخطوط قريبة بعضها إلى بعض كانت القوى المغناطيسية قوية. إذا كلما اقتربت الخطوط المغناطيسية من بعضها البعض كانت القوى المغناطيسية قوية في ذلك المكان. والقوى المغناطيسية عزيز الطالب للأرض شبيهة بالقوى المغناطيسية للقضيب المغناطيسي. ما المغناطيسيات الكهربية؟ ما هو المغناطيس الكهربي؟ دائرة كهربائية تكون مجالا مغناطيسي. يبقى إذن المغناطيس الكهربي عبارة عن دائرة كهربية، دائرة كهربية، وأخذنا سابقا الدائرة الكهربية مما تتكون الدائرة الكهربية، قلنا عبارة عن موصل سلك مصدر ل
الطاقة الكهربائية ومصباح كهربي ومفتاح. يبقى إذن دائرة كهربية تكون مجالا مغناطيسيا. إن الإلكترونات المتحركة، تولد مجال مغناطيسي. هذه الإلكترونات تولد مجال مغناطيسي عند سريان التيار الكهربي، وعندما يتوقف سريان التيار الكهربي يتلاشى هذا المجال المغناطيسي. أبسط المغناطيسيات الكهربية عبارة عن سلك فلزي مستقيم يمر في تيار كهربي يولد حوله مجال مغناطيسي. يبقى إذن يا شباب، عند مرور تيار كهربي في سلك فلزي مستقيم يتولد حوله مجال مغناطيسي. تعتمد بعض الأجهزة الكهربية في عملها على المغناطيس مثل الجرس الكهربي، وإذا لاحظنا هنا يوجد زي ما قلنا إن أبسط المغناطيسيات الكهربية سلك فلزي مستقيم يمر في تيار كهربي يولد حوله مجالا مغناطيسي، وعند لف السلك الفلزي على شكل حلقة تزداد قوة المجال المغناطيسي، ويمكن لعدد من الحلقات أن تكون ملفا، وهذا يسمى بالملف. وتجتمع المغناطيسية المتكونة من كل حلقة معا لتجعل الملف مغناطيسيا كهربيا قويا، ويشبه شكل المجال المغناطيسي للملف شكل مجال القضيب المغناطيسي. عزيز الطالب، كيف يمكن للمغناطيسيات أن تولد الكهرباء؟ ما هو المحرك أو المولد الكهربي؟ أداة تنتج تيارا كهربائيا من خلال دوران ملف فلزي بين قطبي مغناطيس. لو نلاحظ في الصورة أسفل، مغناطيس له قطب شمالي وقطب جنوبي، وهذا ملف، هذا الملف يتحرك بين قطبي المغناطيس. عند حركة الملف بين قطبي المغناطيس ويقطع خطوط المجال المغناطيسي يتولد في الملف تيار كهربي، تستخدم هذه المحركات في المراوح الكهربائية والسيارات ومصباح الدراجة. نلاحظ هذا مولد كهربي، هذا عبارة عن أداة تنتج تيارا كهربيا من خلال دوران ملف فلزي بين قطبي المغناطيس. لو نلاحظ شكل مولد كهربي كبير، هذا المولد الكهربي يولد التيار الكهربي من خلال اندفاع الماء، دخول الماء. نلاحظ عزيز الطالب دخول الماء وخروج الماء، وبالتالي بيدفع التوربين فيحرك التوربين، فيوجد ملف مرتبط مع التوربين، هذا الملف يدور فيقطع خطوط الفيض المغناطيسي، وبالتالي يتولد تيار كهربي. أي عندما يدور الملف بالقرب من قطبي المغناطيس تولد تيار كهربي بفرق جهد عالي. يبقى إذن عرفت عزيزي الطالب أن المولد الكهربي أداة تنتج تيارا كهربيا من خلال دوران ملف فلزي بين قطبي مغناطيس. عزيز الطالب، ما هو الرفع المغناطيسي؟ الرفع المغناطيسي رفع جسم باستخدام قوى مغناطيسية
دون ملامسته. عرفنا في أول الدرس أن الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب. وقد قام العلماء والمهندسون بتصميم أنواع من القطارات تعتمد على الرفع المغناطيسي للحركة على مسار مغناطيسي وقطار الرفع المغناطيسي لا يتلامس مع المسار. إذن قطار الرفع المغناطيسي قطبان القطار المغناطيسي لا يتلامس مع مساره، وهذا يعني أنه لا يوجد احتكاك بين المسار والقطار ما عدا الاحتكاك مع الهواء. يبقى القطار بيحتك مع الهواء، لكن المسار والقطار لا يحتكان مع بعضهما البعض، ولأن كمية الطاقة المفقودة بفعل الاحتكاك قليلة، فإن هذا النوع من القطارات يعد وسيلة فعالة وسريعة في السفر بين المدن. إلى هنا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من المغناطيسية. نرجو أن نكون أسعدناكم ونحثكم على الجد والاجتهاد والإخلاص وإتقان العمل، ونتمنى لكم النجاح والتفوق. نشكركم على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.